كسب كبير لميلان. جوبيرتي في التمرير وراح تلعب ناحية مكروني، مكروني وركلة مرمى. جوبيرتي، جوبيرتي معه اوتو، جوبيرتي لمكروني. كل هذه المعطيات تؤكد بأن الحوار لن يكون سهل. الآن ميلان الفريق الذي لعب للهجوم منذ البداية، باتو في فورمة كبيرة، سجل هدفين، وبالتالي المهمة والمأمورية أصبحت سهلة تماما على ميلان. ولكن أقول ظل جان باولو بانسيني هو النجم الأول في صفوف الفريق اليوم، يفتقد لخدماته لاعب. فرصة لتقليص الفارق وللتعود من جديد. سندوريا في الهجوم، عالية الدفاع التابع فريق تورس الكرة داخل منطقة الجزاء. الأبعاد حاضر، جوبيرتي لوتشيانو يلعب كرة أمامية، تعود من جانب اللاعب من جديد مع محاولة لسندوريا. تدخل من يبيس، يبيس مع لوتشيانو تزاوري، دانييلي، 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 ويبيس كان أقرب بالكرة خارج أرضية ميدان سندوريا. هذا الفريق مكروني في الهجوم، كوبرتي لكن في متابعة من إيمان ويلسون. إيمان تعود من جديد الآن مع انطلاقة، مع محاولة لسندوريا، لكن يبيس المدافع الكولومبي يتبع مبدأ السلامة. سيغلير، سيغلير أرضية، ويبيس في المتابعة لي داكوستا، متابعة من يبيس، في رغبة واضحة للعودة، رغبة واضحة للتأكيد بأن فريق سندوريا لن يرفع الراية البيضاء. توني ماسيمو، ماسيمو داخل منطقة، ويبيز تدخل إبرا يكسب به استبدال، وفي حالة هدف يأتي من جانب سندوريا. إبرا